معانا على التليفون اللواء احمد ضيف محافظ الغربيه. اهلا بحضرتك معانا. ويعني بدايه يعني كان معانا احد ابناء احدى الحالات وبيقول ان هم استلموا ظرف، كل حاله من الحالات عليها اسمها على الظرف، وظرف 500 جنيه اعانه من المحافظ، او ما هم ما عرفوش يسموها ايه. هل ده صحيح؟ لا، ما فيش حاجه اسمها اعانه من المحافظ. امال ده ايه؟ اللي حصل ان هم امبارح في بعض اهليه المصابين اتصلوا ببعض المواقع وبعض القنوات الفضائيه وقالوا ان احنا اشترينا ادويه من بره في عشان نتعالج. ايوه. فانا اديت تعليمات للسيد الرئيس بتاع وكيل وزاره الصحه بان يدي الفلوس اللي الناس اللي صرفتها ادويه اللي هو في علاجهم يتم يديهم فلوس عشان مقابل الادويه اللي هم جابوها من بره وصرفوها. اي ثانيا، انا اديت تعليمات لنقل المصابين كلهم الباقيين، هم كانوا ثلاثه في الجامعه واثنين في رمد طنطا، اديت تعليمات بنقل برضو الاثنين التانيين بقوا خمسه في رمد الجامعه، مش رمد طنطا، رمد أي. الجامعه، وده مستشفى تابعه لجامعه طنطا. ونسقت مع السيد رئيس الجامعه مشكورا على اساس انه يقبل الخمس حالات ويتولى رعايتهم ويتم علاجهم على نفقه الدوله دون ان يتحملوا اي مبالغ نقديه مقابل اقامتهم، اقامه او علاج او شراء اي مستلزمات او قيامهم باي اجراءات اي عمليات تكميليه في المرحله القادمه. احنا كل ما بنكلم حد يا سياده المحافظ بيقول ونقول له انه المفروض في قرار بشانكم انه يتم العلاج على نفقه الدوله، كلهم بيقولوا ما فيش حاجه من دي. واحنا لغايه دلوقتي اكتر من حد قال لي صارفين حوالي 10,000 جنيه. انا النهارده كنت موجود مع الحالات كلهم وزرت الخمس حالات موجودين واتقابلت معاهم كلهم وغالبتهم الخمس سيدات، وقلت لهم هذا الكلام، قلت لهم ما تدفعوش قرش واحد لاي بني ادم، المستشفى تتولى علاجكم من الالف للياء، والادويه اللي انتم عاوزينها هتجيبها لكم هتجهزها المستشفى. حضرتك بتتكلم على خمس حالات، هم مش 15 حاله؟ لا يا فندم، مش 15، هم خمس حالات فقط. طب يعني انا يعني سياده المحافظ من شويه الحاجه عزيزه بتقول انه هي شافتك على تلفزيون بتقول انه هو انتم مكبرين الموضوع كده ليه. انا رديت يعني غيبه حضرتك، قلت هو مستحيل يقول كده، فانا عاوزه ما حدث بالضبط. هل حضرتك صرحت لاي قناه من القنوات؟ لا لا، الكلام ده ما حصلش، مش ما يصدرش الكلام ده على المحافظ، على المحافظ يا استاذ. انا طبعا استبعدت ده تماما، يعني ما ينفعش يعني اي مسؤول يعني يقول كده. احنا خدنا اجراء طبعا رادع مع الاطباء اللي قاموا بهذا العمل، وتم وقفهم على العمل، تم احالتهم للتحقيق لمعرفه وزاره الصحه مع وزاره الصحه مع مختصين، تم اخذ اقوالهم في معرفه الشرطه لاحالتهم للنيابه العامه للمتسببين في هذا ارتكاز الشؤون معاهم قبل من خلال النيابه العامه. كل الاجراءات اتخذت معاهم، الماده اللي تم الحقن بها مصرح بها رسميا وبيتم علاج بها سرطان البطن، وبرضه مع انا مقابلتي النهارده مع اساتذه طب طنطا كلهم، وكانوا لما يقرب من 20 استاذ في الجامعه موجودين، قالوا ان الماده دي بيتم التعامل معاها في شركات الادويه بتتلاعب يمين وشمال في السعر وبيجيبوها وبيتعاملوا معاها، هي غير مصرح بيها. ان كل القصه بحاله الناس دي قال على اساس ان هم استعملوا ادويه غير مصرح بيها ان هي يتم استعمالها في المستشفى. طب بالنسبه لمستشفى المنار، يعني تم اغلاق مستشفى المنار؟ في مستشفى اسمه مستشفى المنار، مستشفى خاص تم اغلاقه علشان هو بيورد عقار الافاستين ده اللي حكم بيه المرضى. هل فعلا تم اغلاق هذا المستشفى؟ لا، انا ما عنديش معلومه على القصه اللي حضرتك بتقوليها دي، لكن احنا خدنا اجراء، انا اديت تعليمات للسيد والسكرتير الشؤون المسؤول على الصحه في محافظه الغربيه بان كل المستشفيات اللي بتتعامل بالماده دي حاليا مؤقتا كده بصفه مؤقته ما يتمش التعامل فيها، لو كان الدواء غير مصرح به وموجود في مستشفيات يتم التعامل معاه، لكن انا بقول لك الادويه دي بيتم استيرادها من خلال شركات ادويه مصريه مصرح به لعلاج بعض الامراض المعينه، لكن التعامل فيها في العيون بيبقى في عاوز تقنيه معينه. كل الاطباء اللي كانوا موجودين النهارده والاساتذه بتوع الجامعه قالوا ان مرجع هذا انه هو لازم يكون في عدوى في بكتيريا انتقلت
من خلال مصابين، عشان احنا عندنا 119 حالة تم علاجها بهذا في خلال شهر يناير فقط بهذا الحقن، وتم علاجها بهذا الحقن. ولو تسألي في كل المراكز الطبية ومراكز العيون برا الخاصة بيقول لك احنا بنستعمل هذه المادة. انا غير معني بهذا كمحافظ، ليس لي كناحية فنية لا أجزم فيها، ده مرجعيتها كلها طبعا لأساتذة الجامعة وأساتذة العيون ووزارة الصحة، هي تقول الكلام ده صح ولا غلط. لكن أنا كإجراء وقائي عملته وإجراء رسمي عملته هو الوقف على العمل وحالة للتحقيق الإداري وحالة للتحقيق الجنائي والتحفظ على العينات الموجودة اللي احنا هنحللها ونشوف هل العينات دي فعلا فيها مطابقة المواصفات من عدمه. طب سيادة المحافظ عاوز اسال حضرتك، هو التفتيش على المستشفيات ده سلطة المحافظ ولا وزارة الصحة؟ ما انا برأس الصحة كلها عندي الموجودة في المحافظة. طيب انا بشكر حضرتك سيادة اللواء احمد ضيف محافظ الغربية، اللي طبعا نفى بشدة انه يقول انه الحاجات دي يعني حاجة صغيرة، او يعني موضوع انتم مكبرين الموضوع ده ليه، نفى الموضوع ده بشدة وقال انه ال 500 جنيه اللي هو بعتهم لكل حالة من الحالات ده علشان الحالات قالت ان هم يعني صرفوا على حسابهم لشراء بعض الأدوية، فعاوز يعني يعوضهم ما تم صرفه.